أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العالمية. طالع في موقع الهيانات، مقتل وإصابة شخصين بسبب انفجار عبوة ناسفة غربي الرماتي. طلع في المدى قوى شيعية تحاول تضمين برنامج عبد المهدي فقرات مستنسخة من حكومات سابقة. ونطالع في كتابات الوجه المكشوف لإيران في العراق، تفرض وزيرين للنفط والنقل على عبد المهدي للسيطرة على موانئ البصرة. وجاء في الجزيرة أن الاحتلال يقمع مسيرات العودة بغزة والمقاومة تتوعده. تصفح في العربي الجديد، الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق حول استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال شرقي غزة. وفي القدس العربي نتصفح بن سلمان يقول إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية بحثاً عن خاشقجي. وجاء في الحياة، محمد بن سلمان: علاقاتنا بترامب مميزة ولن أخذ سلاحا مجانا من أمريكا. أهلا بكم. تحت عنوان قوى شيعية تحاول تضمين برنامج عبد المهدي فقرات مستنسخة من حكومات سابقة، نشرت صحيفة المدى تقريرا للكاتب وائل نعمة: فقد انتهى حلم حزب الدعوة بولاية حكومية خامسة عقب تكليف المرشح المستقل عادل عبد المهدي، وانتهت بتشكيل الحكومة لبرنامجها ومرشحيها، حيث سيطر كما يقول الكاتب: انتهت بتكليف المرشح المستقل عادل عبد المهدي، وانتهت بسيطرة الحزب مع سنوات حكم حيدر العبادي الأربع في رئاسة الوزراء، فيما لا يزال العراقيون ينتظرون مفاجآته التي وعد بها الفاسدين. يجمع أكثر المؤيدين لرئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي أن حديثه العائم عن الفساد وتكراره بدون فعل حقيقي أضعف شعبيته وسحب من تحته بساط التجديد لولاية ثانية. وتقول تلك الجهات إن الكثير من برنامجه المطول لم يتحقق. قبل الانتخابات الأخيرة قال سياسيون ومراقبون إن أغلب الأحزاب والكتل التي تسعى للفوز لم تطلع الجمهور على برنامجها السياسي، وفي أحسن الأحوال استنسخت البرنامج من بعضها البعض. وفي آب الماضي قال عضو تحالف المحور أثيل النجيفي إن العبادي استنسخ برنامجه من الحكومة السابقة: تقديم الخدمة العامة وربط الاقتصاد العراق بموارد أخرى غير النفط، وتجاوز عراقيل الاستثمار والحفاظ على المكتسبات الأمنية. وتلك المطالبات والعبارات ذاتها موجودة في برامج ثلاث حكومات سابقة لحزب الدعوة من عام 2006 إلى 2014. في أيار الماضي بعد انتهاء الانتخابات التشريعية الأخيرة طرح لأول مرة اسم عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء. وكان برنامج حكومة العبادي السابق الذي حمل عنوانا كبيرا هو الإصلاح قد وضع سقوفا زمنية لعملية التغيير، لكن أغلبها لم يتحقق في وقته أو لم ينفذ من الأساس. وكثيرا ما اشتكى العبادي من وجود قيود سياسية على حركته في القضاء على الفساد، ورغم تحرره منذ أكثر من شهرين بعد أن انتهت ولاية البرلمان، إلا أنه لم يتخذ أي خطوة جادة في هذا المجال. جاء في الزمن نائب يفضح صفقة شراء شحاطات من قبل الوزارة لكوادرها الطبية بمبلغ 25 دولار للشحاطة الواحدة، في الوقت الذي تباع الواحدة بسعر 1500
500 دينار في أسواق الباب الشرقي في بغداد وغيرها من الأماكن، مما لا سبيل لتعدادها ولا فخر في ذكرها أصلا من الصفقات الفاسدة التي شارك فيها النواب في الدورة السابقة. الكاتب حسام الدين الأنصاري ينشر في صحيفة الزمان مقالا عن البرلمان الجديد وحقيبة الفساد الجديدة. إن تراشق الاتهامات بين السياسيين الذين دخلوا الحياة السياسية لم يراعوا الأعراف التي يفرضها العمل السياسي وحدود المواجهة فيما بينهم أو مع الآخرين بدوافع الاختلاف أو التنافس أو المصلحة العامة أو أي أسباب أخرى، قد رسخت عرفا هم وضعوه بحيث أصبح الانتقاد والتهجم فيما بينهم هم أنفسهم مدعاة لفتح شهية الآخرين من النقاد والصحفيين والرافضين لطريقة عمل مؤسسات الدولة وبصورة خاصة مجلس النواب الذي يعلن أعضاؤه وبكل صراحة وشفافية على حد تعبيرهم عن التجاوز على المال العام واقتسام الكعكة كما يسمونها هم، عندما صرحت بذلك إحدى عضوات المجلس أمام الملأ بأن كل منهم أخذ حصته، وآخرون من أعضاء المجلس ممن سخروا هم أنفسهم من طريقة أدائه، ووجهوا الاتهام على أن البعض منهم تقاضوا الرشا، وكان النائب الذي صرح بذلك لم ينكر على نفسه أخذ الرشوة، ونواب آخرون جعلوا من المجلس منبرا لفضح حالات الفساد في الجهاز الحكومي، حين صرح أحدهم بأن تحويلات مصرفية بمبلغ 20 مليون دولار لشراء حامض حلو، وهي التسمية التي يطلقها العراقيون على نوع من أنواع الحلوى، ولم يرد أحد بالإنكار والرفض على هذا الطرح. ويضيف الكاتب: دورة البرلمان السابقة انطوت، والتي وصفها أحد السياسيين بأنها كانت قراءة الفاتحة على روح المجلس المذكور، وليس أمام العراقيين الذين يتندرون بقصص أعضاء البرلمان المنتهي وبرواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم ومكاسبهم وحماياتهم وسياراتهم وإفاداتهم وأشياء كثيرة لهم فيها معارب أخرى، والبعض الذين تلاحقهم السخرية ممن فشلوا في الانتخابات الأخيرة كنتيجة حتمية وتحصيل حاصل لما كانوا يطلقونه من تصريحات ومواقف بائسة ينأى عضو المجلس الجدير بموقعه عن إطلاقها. وليس أمام العراقيين إلا أن يقولوا لبعضهم ممن لم يكن جديرا بعضوية المجلس أصلا. كتبت القدس العربي في افتتاحيتها: تداول ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي في العراق جملة 3 لإيران و0 لأمريكا، وذلك بعد انتهاء المخاض السياسي الطويل جدا الذي تبع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، والأغلب أن السير المهنية للرؤساء الثلاثة المذكورين وشخصياتهم لا تقدم ولا تؤخر كثيرا في التقييم المذكور. فبرهم صالح مثلا الحاصل على شهادات عليا من جامعات بريطانية لم يتمكن حين تنافس على المنصب عام 2014 من الفوز، لأن حسابات إيران وحلفائها العراقيون في ذلك العام ارتأت أن يذهب المنصب إلى فؤاد معصوم المحسوب على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أصلا الحزب الأقرب إلى طهران الذي كان برهم صالح مسؤولا كبيرا فيه. التفسير أسهل طبعا فيما يتعلق بعلاقة عادل عبد المهدي الحميمة مع إيران. استخدمت إيران وحلفاؤها للوصول إلى هذه النتيجة طرقا معقدة تجمع بين استعراضات القوة، كما فعلت نهاية شهر آب أغسطس بإعلان مسؤولين فيها ومصادر في المخابرات العراقية استخدام صواريخ باليستية لجماعات شيعية حليفة لها، كما بتدخلها المباشر في الشبكة المعقدة للقوى الشيعية والسنية والكردية، ولكن وبالخصوص محاولتها فرض قرارها بطريقة دبلوماسية على الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وذلك حسب موقع مونيتور بجمعه في لبنان مع قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لتمرير مرشحي خصميه السياسيين نور المالكي وهادي العامري، على أن يبدو الأمر برضاه. لا يعني ذلك طبعا أن إيران تمكنت من جسر خطوط التنافسات
الحزبية والعداءات الشخصية المريرة، ولكنها أثبتت أن الجميع مضطرون لأخذ موافقتها ونيل رضاها ثم تسديد الأثمان المطلوبة منهم. فأول تصريحات الحلبوسي بعد انتخابه كانت إعلانه معارضة الحصار على إيران، وتبع ذلك تهنئة طهران له على انتخابه، كما أن برهم صالح الذي يعتبر ليبرالياً وقريباً من الغرب عاد تثبيت أركان علاقته مع حزب جلال الطالباني الحليف لإيران، وكان ذلك جزءاً من تسعيرة وصوله المظفر لكرسي الرئاسة. وتضيف الصحيفة ما تؤكده الأحداث الأخيرة أن الحديث عن التأثير الأمريكي في تشكيل سياسات العراق أمر مبالغ فيه، فالحقيقة أن النفوذ السياسي والأمني والمالي لإيران أكبر بكثير من أي تأثير أمريكي، وهناك ما يشبه التسليم في واشنطن بعدم قدرتها على فرض المرشحين الذين تفضل فوزهم. فالتنافس كان مقتصرا بين حلفاء إيران المتشددين كالمالكي والعامري وبين حلفائها الأقل تشددا كحيدر العبادي ومقتدى الصدر، وبالتالي فلا وجود حقيقيا لمرشحين فعليين قادرين على تأمين المصالح الأمريكية أو مراعاتها حتى. جاء في عربي 21: الطلاق بعبارة بسيطة هو إنهاء عقد الزوجية بعد أن تصل التفاهمات بين الزوجين إلى طرق مسدودة، لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية أو الأسرية بسلاسة وطمأنينة، ولهذا يكون الطلاق هو المخرج الشرعي والقانوني والمنطقي لإنهاء الحياة الشاذة، لينطلق كل منهما لحياة جديدة بعيدا عن الحياة السقيمة السابقة. عن ازدياد حالات الطلاق في العراق كتب جاسم الشمري في العربي 21: المجتمع العراقي كحال بقية المجتمعات كانت تحصل فيه حالات طلاق ضمن المعدلات المقبولة في مرحلة ما قبل الاحتلال، لكن الغريب أن قضايا الطلاق بعد العام 2003 صارت تقع أحياناً لأسباب سياسية وطائفية وقومية، بل وصلت لدرجة وقوعها لأسباب غريبة، ومنها ما تناقلته بعض القنوات الفضائية نهاية أيلول سبتمبر الماضي عن حدوث عدة حالات طلاق بسبب انتشار لعبة بوبجي الإلكترونية وانشغال الزوج عن عائلته باللعبة، وربما كون بعض النساء المتزوجات يتواصلن مع رجال غرباء خلال القتال الافتراضي، مما يتسبب بمشاكل متداخلة ربما تصل لمرحلة الطلاق. في 23 من أيلول سبتمبر الماضي كشفت دراسة عن ارتفاع معدلات الطلاق في العراق بمعدل 10 حالات كل ساعة خلال النصف الأول من عام 2018، إذ بلغت أكثر من 30,000 حالة طلاق، وهنالك توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 100,000 حالة طلاق مع انتهاء العام 2018، وتركزت معدلات الطلاق في بغداد بنسبة 44%. طبعا هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر بأن المجتمع العراقي والجيل القادم سيكون في وسط أمواج الضياع والفقر والعوز ما لم تحاول الحكومة تدارك الكارثة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات التشريعية الموجودة والتربوية والدينية حتى. الخطر الحقيقي يتمثل في هدم بيوت كانت آمنة في يوم ما وتشريد النساء والأطفال، وفي المحصلة سيكون هؤلاء وبالذات الأطفال ضحية لفقدان أو ضعف التربية الصحية، وربما سيكونون لقمة سائغة وسهلة لعصابات الجريمة المنظمة، وهذه كلها معاول مدمرة للبنية التحتية للبلد وتدمير الإصلاح والطمأنينة في المجتمع، حيث تقول الصحيفة: أنقذوا العائلة العراقية قبل فوات الأوان. تشذ الأزمة في سوريا عن قواعد السعي نحو الحلول كافة. حديث كل القوى والدول المتورطة في حربها عن أن لا حل عسكريا فيها وأن الحل السياسي هو الأساس إلى درجة بات معها ممجوجا تكرار هذه العبارة من قادة دوليين وإقليميين يرتكبون ما استطاعت أسلحتهم من قتل وتدمير في الوقت ذاته، حتى البديهية القائلة بأن
الحل العسكري يرمي إلى تمهيد الطريق للحل السياسي بمعنى تعديل ميزان القوى لمصلحة التفاوض، حيث لا يجد طريقه إلى الترجمة العملية في الميدان السوري. وإذا كانت كل جولة عسكرية تنتهي بتفاوض، فإن السنتين الأخيرتين شهدتا على أن القتال كان ينتهي في منطقة ما من أجل فرض استسلام على أحد الطرفين تحت عنوان المصالح. القاعدة في بلاد الشام باتت يعني قول الشيء والتصرف بنقيضه، بحسب الكاتب وليد شقير في صحيفة الحياة اللندنية. فلاديمير بوتين يعلن ضرورة الانتقال إلى الحل السياسي والعمل على انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا بما فيها الروسية، في الوقت نفسه الذي يرسل إليها بطاريتي صواريخ S-300 مع ما تتطلبه من خبراء وضباط الروس لتدريب جيش النظام عليها وللإشراف على استعمالها. فمن المؤكد أن الوحدات السورية التي ستوضع في عهدتها ستكون تحت قيادة روسية. ولم يكتفي الكرملين بتعزيز وجوده الصاروخي، بل أدخل إلى سوريا أيضاً أنظمة إلكترونية للرصد والتتبع والتعطيل لم يسبق أن استخدمت خارج الاتحاد الروسي، ما يدل على أن الميدان السوري ما زال ميدان اختبار للأسلحة المختلفة في مواجهة الترسانة الأمريكية المتطورة. في سياق المبارزة بين القوتين الكبريين على استعراض القوة على المسرح الدولي والإقليمي، يقود ذلك إلى زيادة عديد القوات الروسية لسنوات مقبلة لانسحابها. ويضيف الكاتب، ومع أنه قد لاحت في الأفق إمكانية لإطلاق عملية سياسية مع المبادرة الروسية لإعادة النازحين، لأنها تفتح الباب على تفاوض بين الدول الكبرى للتفاهم على سلة إجراءات بالتوازي بين العودة وبين البدء بسحب القوة الأجنبية وبين الحل الانتقالي الذي ينص عليه القرار الدولي المرقم 2254، إلا أن موسكو بنت مبادراتها على قصر من الرمل كما تصف الصحيفة، لأنها لم تستطع تقديم ضمانات يركن إليها لضمان هذه العودة خارج المظلة القمعية والوحشية للنظام الذي يلاحق العائدين لإخضاعهم وإذلالهم، ولأنها لم تتمكن من ضمان الانكفاء الإيراني من أجزاء مهمة من الأراضي السورية بناء على اتفاق هلسنكي بين بوتين ودونالد ترامب اللذين يحتاجان لاجتماع جديد حسب الصحيفة. جاء في العربي الجديد، اتفاق إدلب يصطدم بتحديات تبدو موجهة للجانب التركي الذي ضمن الاتفاق أكثر من غيره، لأن تركيا تعتبر أحد أبرز اللاعبين في الشمال السوري. نجاح الاتفاق مرهون بخروج التنظيمات المسلحة من المنطقة العازلة بحسب الكاتب عطالله شاهين في العربي الجديد. إن تركيا اليوم أمام اختبار لإقناع المجموعات المتشددة بضرورة الخروج من المنطقة منزوعة السلاح. يرى محللون سوريون كثيرون بأن هناك خلافاً عميقاً بين التنظيمات الموجودة في إدلب، وربما سيؤدي الخلاف بينهم إلى صراع دموي، لا سيما فيما يتعلق بمسألة عدم إقرارهم بالهزيمة في سوريا وانقسامهم حول اتفاق إدلب. ما من شك أنه لا يمكن أن يخفى على أحد بأن اتفاق إدلب يواجه تحدياً آخر ويطفو على السطح، وهو رفض الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم أبرز فصائل المعارضة السورية في إدلب أي وجود روسي في المنطقة العازلة. كما أنه تبرز هناك تحديات أخرى كثيرة، منها الرفض الواسع في هيئة تحرير الشام تسليم مناطق تقع تحت سيطرتها. على الرغم من الانقسام بين أجنحتها، فهناك أجنحة فيها تبدي موافقتها على اتفاق إدلب، بينما هناك أجنحة ترفض الاتفاق. طبعا وعلى الرغم من التحديات التي تواجه اتفاق إدلب، فإن نجاحه مرهون بقدرة تركيا على إقناع الفصائل المتشددة لكي تخرج من المنطقة التي نص عليها الاتفاق. بعيداً كل البعد عن السياسة، عثرت طفلة في الثامنة من عمرها على قطعة أثرية نادرة أثناء سباحتها في بحيرة خلال عطلة كانت تقضيها أسرتها في السويد. ووجدت الفتاة ساجا فانسيك
سيفا عمره 1500 عام في بحيرة فيرس تيرن، بينما كانت تقضي عطلة الصيف في منزل عائلتها في مقاطعة يونشو بينغ. وفي البداية كان يعتقد أن عمر السيف هو 1000 عام فقط، لكن الخبراء في المتحف المحلي أكدوا الآن أنه يبلغ حوالي 1500 عام. وتسبب الجفاف في انخفاض منسوب مياه البحيرة بشكل كبير، مما ساعد الفتاة ساجا في العثور على السيف القديم الأثري. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.